السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس برمجة الهواتف الذكية باستخدام الأداة الرائعة فلاتر واللغة الجميلة دارت. وهنكمل كلامنا عن عمل تطبيق الوول بيبرز اللي هنحط فيه شوية وول بيبرز، وبعد كده هنربطه بأد موب عبر المنصة الرائعة فاير بيس. فخليكم معانا وركزوا جدا جدا جدا. اخر حاجه وصلنا لها ان احنا ربطنا المين دوت دارت بالوول سكرين دوت دارت، وهنبدا نشتغل بقى. معانا عملنا الاي بي بي بار، وهنبدا نعمل بقى هنا البودي. ماشي، واول حاجه هنعملها ان احنا هنتاكد لو الوول بيبر ليست مش بنال. وول بيبر ليست نوت ايكوال نال. ماشي، هنيجي هنا اهو ونقول النيو ستاجرد جريد فيو. ماشي، بس مش هناخدها كده دوت كاونت بيلدر. ماشي، وهنا هياخد بقى المتغيرات ديت الكروس اكسس كاونت، وهنا ايتم بيلدر، و سيجريجيتد تايل بيلدر. ماشي، تعالى نضيف القيم دي كلها. اول حاجة الكروس اكسس كاونت مثلا هنقول ان هو هيبقى بس 4. ماشي، ده هنا اللي هو اعلى عدد في الروز. مثلا ممكن نضيف كمان بادنج، ونقول هنا كونست ايدجز انسيستن اول بقى مش اونلي، ونحط هنا مثلا 8. ماشي، ونيجي بعد كده هنا في الايتم بيلدر هنضيف مثلا هنا هو هنحط ميثود هتاخد كونتكست، والاي اللي هو ايه الاندكس بتاع كل ايه صوره، ونفتح القوس ونقفله عشان نعمل ريتيرن ماتيريال. بس الاول خلينا ناخد الايمج باس بتاعنا في هنا سترينج، ونسميه مثلا ايمج. الايمج باس بتاعنا هيساوي هنا وول بيبر ليست في الاندكس بتاعه اللي هو الاي، وهنا دوت داتا و يو ار ال. اوكي، ونقفل كده اهوت. ماشي، اليو ار ال دي انا خدتها منين اهوت؟ لو رجعنا للوول بيبرز بتاعنا اهوت في الكوليكشن بتاعنا في الكلاود فاير ستور، هتلاقي هو اسم الفيلد بتاعك هو يو ار ال، فهو كل ما هيقف على واحد هنا هيروح يدور على الاسم يو ار ال وياخد القيمه ايه اللي جواه. فتعالوا نكمل كده اهوت. هنقول هنا ريتيرن نيو ماتيريال مثلا اول حاجه هنا الاليفيشن هنقول ب8. ماشي، والبوردر راديوس هنقول هنا بوردر راديوس اول، بوردر راديوس دوت اول، هنقول هنا راديوس دوت سيركولار، وهنحط هنا الراديوس بتاعنا ايه 8. ماشي، اوكي، وبعد كده نحط هنا التشايلد، ونقول هنا انكويل سوري. اوكي، ونفتح قوس ونقفله كده اهوت. ماشي، هنا بقى جوه انكويل هنخلي هنا التشايلد، هنستخدم طبعا ايه الهيرو، ايوه عشان الشكل الجرافيكس اللي احنا عارفينه، عشان لما ننقل الصوره من هنا للصفحه الثانيه اللي هتكبرها فيها. ماشي، وهنحط هنا التاج بتاعنا واللي هنخليه الايمج باز بتاعنا. ماشي، وبعد كده هنقول هنا التشايلد فيد ان ايمج. اوكي، والفيد ان ايمج ديت هنحط لها الايمج بتاعها نوعها نتورك ايمج عشان يجيبها لي من على النت.
ماشي، وجواها الايمج باص بتاعنا اللي هو بيروح يلوده من على الانترنت في اليو ار ال بتاعه، ومثلا نحط الفيت نخليه البوكس فيت بتاعنا كفر، بوكس فيت دوت كفر، تمام كده. تعالوا كمان نعمل هنا بليس هولدر، بس البليس هولدر دي هتبقى ايمج، هنجيبها منين؟ اول حاجة هنعملها هنعمل اسيت فولدر. طبعا انتوا طبعا بقيتوا عارفين دلوقتي ازاي نكرييت اسيت فولدر، ماشي. هنا نيو اهو دايركتوري ونسميه اسيت، ماشي اوكي. وفي الاسيت فولدر دوت انا هحط الصورة اللي هي نوت فاوند، ماشي باست اهو نوت فاوند دوت بي ان جي، اوكي هي بقت موجودة هنا اهوت، اللي هي هتبقى الصورة ديت اهي not found image dot not found، ماشي، بحيث ايه ابليس هولدر بيها لو ايه لو الصوره ما جاتش من على ايه السيرفر. وهروح هنا للباب سبيس دوت يامل، ماشي، ونضيف الاسيتس ايه بتاعتنا. وهنيجي هنا في الاسيتس، ها نشيل الكفر دوت ادي واحد اتنين اهوت، ونحط هنا نغير هنا نخليه اسيتس اهوت، ونغير اسم الصوره دوت اللي هو للاسم بتاعنا اللي هو ايه not found dot png اهو not found dot png اهو، بحيث نقدر نستخدمها ايه. لازم نتأكد برضو ان هنا واحد اتنين ايوان، وهنا ده برضو واحد اتنين، تمام كده اهوت. packages get وتمام، process finish with exit zero، تمام كده اهوت. احنا كده ايه اضفنا الاسيدز بتاعتنا في الـ في السيستم. هناخد بقى الاسم ده كده كابي اهو عشان نضيفه في السيستم بتاعنا، ونرجع للول سكرين دوت دارت، ماشي، ونكتب هنا بقى هنا اسيت ايمج، ماشي، ونحط فيها ايه الباص بتاعنا اللي هو الايمج بتاعنا اللي هو اسيتس نوت فاوند دوت بي ان جي، تمام كده اهو. هنيجي هنا بقى لل سجرتد تايل بيلدر، ماشي، ونحط هنا مثلا نقول له هنا نبعت الاي، ماشي، اللي هو الاندكس، ونحط مثلا فات ارو، ماشي، ونقول له هنا ال استاجرد تايل استاجرد تايل دوت كاونت، وهنحط هنا الكروس اكسس سيل كاونت 2، والمين كروس اكسس سيل كاونت هنقول له هنا ايه اي دوت از ايفن، لو هو ايفن نمبر هيبقى هنا 2، لو مش ايفن يبقى ايه 3، تمام كده اهوت. وحاجه ثانيه هنيجي هنا نقول هنا ان المين اكسس سبيسنج هنقول هنا 8، والكروس اكسس سبيسنج اهو كروس اكسس سبيسنج برضو ايه 8، تمام كده اهو. طبعا الكلام دوت كده بعد ما خلصنا دوت اهوت لحد هنا كده، لو ايه لو هو إيه مش بنال. طب لو هو بقى بنال هنستخدم ال هي ديت الالز، وهنقول له هيساوي هنا سنتر، ماشي، والسنتر دوت هنحط فيه child نخليه يعمل علامة لوج اللي هو circular progress indicator اهوت، ماشي، وخلاص كده اهوت. احنا كده ايه ظبطنا الدنيا بتاعتنا، تمام كده اهوت. لو ايه لو ايه ما لقاش الايه الحاجة بتاعته وهو ايه بيلود. تعالوا بقى نكمل ربط السيستم بتاعنا بال، احنا كده خلصنا الصفحة ديت، ماشي. هنرجع بقى هنا عند الاندرويد والاي بي بي والبيلد دوت جاربل، ونخش كده اهوت ناخد ايه الابلكيشن اي دي بتاعنا كده اهوت، ونعمل له كنترول سي، وبعد كده نروح على الايه الكونسول بتاعنا، ونيجي هنا اهوت كده يجي الصفحة الرئيسية بتاعت الكونسولو اهوت ماي الوول بيبر اهو، هنخش عليها ونختار اندرويد، ونحط اسم ايه التطبيق بتاعنا ونسميه هنا وول بيبر، ماشي، وندوس ريجستر اي بي
الخطوات العادية بتاعت الريجستريشن بتاعتنا ماشي، وناخد الملف بتاعنا دوت جيسون. تمام، اهو عملنا داونلود للجوجل سيرفيس دوت جيسون. هنيجي هنا اهوت في الاي بي بي فولدر ماشي، ونعمل له هنا ايه باست ماشي، ونحط هنا الجوجل سيرفيس بتاعنا ماشي. اد خلاص كده اهو بقى موجود اهو ماشي، وعملنا اد لي في السيستم بتاعنا، ونرجع للكونسول اريا بتاعتنا تاني ماشي، وندوس نيكست اهوت. هيبدأ يقول لك بقى ايه المكتبات اللي تبدأ تضيفها في السيرفيس بتاعتنا ماشي. هنيجي هنا في الديبندنسز وناخد المكتبة دي كده، هنيجي هنا اهوت كده في اندرويد اهي، هي البردوت جاردل ديت، ونحط هنا التطبيق بتاعنا اهوت الدي ال ال بتاعنا، ونروح على الجاردل التانية في جوه اي بي بي البيل دوت جاردل، ونحط فيها بقيه ايه الحاجات اللي هناخدها من البروجكت التاني. هناخد ابلاي بلجن دوت ماشي، وهنحطه هنا اهوت اوكي، وبعد كده هنرجع تاني ناخد الابلاي بلجن سيرفيس، ونحطه هنا سوري مش اندرويد بلجن ابلكيشن، اسف، هنا ده اللي هو اللي احنا محتاجين نضيفه ماشي. ونرجع تاني هنا وناخد ده هنا كابي، ونضيفه هنا في الامبلمنتيشن بتاعتنا. وبكده يبقى احنا اضفنا ايه كل الحاجات بتاعتنا في البروجكتس اللي احنا شغالين فيها. نرجع بقى تاني للفاير بيس كونسولو ماشي، وبعد كده هندوس نيكست، هاي تشيك ان السيرفيس كلها شغاله ماشي، وبعد كده هنخش كونتينيو تو كونسول لما يخلص. تمام كده اهوت اضفنا البروجكت بتاعنا. هنيجي بقى هنا الرن عشان نشوف نتيجه اللي احنا اشتغلناه دوت ايه اهوت. اه في ايرور، شوف كده ايه المشكلة. المشكلة بتاعت الديكسنج احنا عملناها قبل كده في بروجكت قبل سابق. هنرجع للاي بي بي بيلد جاربل ماشي، هنيجي هنا في الديفولت كونفجريشن، هنضيف السطر دوت اللي هو المالتي ديكس انيبل ماشي، وهنا في منطقة الديبندنسز هنضيف الامبلمنتيشن دوت اهو. تمام كده اهوت، ونقفل البيلد دوت جاربل ونرن مرة تانية ونشوف هيبقى في مشكلة ولا لأ. ان شاء الله ميبقاش في مشاكل. تم البيلد، هنشوف كده اهوت، هو بيتصل دلوقتي بالداتابيز، فانا اعتقد كده ان هو في مشكلة في السينكرونايزيشن. نشوف ايه المشكلة. برميشن، مفيش برميشن. طيب تعالوا نحل المشكلة ديت. هنرجع للفاير بيس كونسولو ونروح على الداتا بيز، ونيجي هنا خلاص دي الداتا بيز بتاعتنا في الرولز، ونلغي الاثورايزيشن هنا عن طريق ان ديت مش فولس، هتخليها هنا ترو ماشي، وتعمل بابلش للداتا بيز بتاعتك. تمام كده اهوت ماشي، واحنا كده ظبطنا. خلي بالك دي هتخليها ترو مكان فولس ماشي، ونرجع للتطبيق بتاعنا تاني اهوت، وندوس ران ونشوف النتيجة. اعتقد كده بيلود مفيش اي مشاكل اهو. لا دي الصور، الصور لسه بيجيب. ادي الصور اهي بتاعتنا من ايه، من قلب ايه، ما علينا. المهم ان اغلبية الصور ايه شغالة ماشي، وده شيء عظيم جدا ماشي. يعني الى هنا بتنتهي حلقة النهاردة. ياريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، وياريت الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير والسبسكرايب. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق، ياريت الناس تدعمنا زي ما بندعم القناة، وانا بعتذر لاي حد اتأخرت في الرد عليه، بس ده بسبب طبعا الحجر والحاجات الجميلة اللي بقت موجودة
يعني للأسف يعني الفترة بتاعت كورونا ديت في مصر، فأتمنى الناس ما تتأففش قوي. أنا بحاول أرفع فيديوهات على قد ما أقدر. في النهاية انتظروني الحلقة القادمة، هتبقى إن شاء الله النهاردة وبكرة بكتير قوي. يا ريت تتابعوا معايا الكورس أول بأول، وأتمنى للجميع التوفيق. كان معكم المبرمج أحمد محمدي، إلى اللقاء في الحلقات القادمة.